كنا عم نحكي شوي عن احوال الطقس وكيف هيك قلب فجاه وصار في منخفض، رح نعرف الجواب الاكيد من ضيفنا يلي صار معنا عبر الاتصال حسان الجردي. يسعد صباحك. صباح الخير. يسعد صباحي. خبرنا استاذ حسان كيف عم تكون احوال الطقس ودرجات الحراره بمحافظاتنا السوريه؟ لا، صباح الخير من جديد لإليك، للأخبارية السورية، لزميلتك، للكادر. بالنسبة للأحوال الجوية السائدة والمتوقعة، بلشت من امبارح تأثير منخفض جوي مرفق بكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة بكافة الطبقات الجو يؤثر على المنطقة. ذروة هيدا المنخفض كانت ليلة امبارح الجمعة واليوم السبت بفعالية كانت جيدة، أدت إلى هطولات مطرية كانت متميزة، اتصفت بالغزارة مصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد تحديدا بالساحل بالشمال السوري. الهطولات كانت جيدة نوعا ما بالمنطقة الساحلية، بطرطوس كان في 16.5 ملم، بصافيطة 21 ملي، بدريكش كانت 45 ملي، ببانياس 3 ملي، إدلب 2.5 ملي، بالرقة تقريبا 2.5 ملي، بجرابلس والأبيض ما يقارب 1 ملي. الهطولات مستمرة معنا اليوم، اليوم هي ذروة المنخفض. الأجواء بشكل عام بتكون أجواء غائمة إلى غائمة ماطرة على فترات، الهطولات بتكون على شكل زخات تتصل بالشدة، ببعض الأحيان بتكون مترافقة بالعواصف الرعدية وحبات البرد خاصة مثل ما ذكرت بالساحل وبالشمال الغربي من البلاد. أما الأجواء بشكل عام عم تكون مائلة للبرودة بمعظم المناطق، في انخفاض ملموس على درجات الحرارة لليوم، الحرارة بتصير أدنى من المعدل من 3 إلى 6 درجات مئوية بكافة المناطق. أما خلال ساعات الليل عم تكون الأجواء مائلة للبرودة ويحذر من تشكل الضباب بالمنطقة الوسطى والقلمون خلال ساعات الليل والصباح الباكر، والرياح عم تكون غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز سرعة الهبة ببعض الأحيان 60 كيلو متر بالساعة، بتصير الغبار ببعض المناطق الداخلية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج، ودرجة حرارة مياه البحر 18 درجة مئوية. هذا المنخفض اللي عم يتأثر فيه بيستمر تأثيره حتى يوم الاثنين بفعالية بتبلش تضعف من نهار بكرة الأحد والاثنين، وبتتحول الأجواء إلى أجواء غائمة جزئيا بشكل عام مع استمرار فرصة ضعيفة لهطل زخات خفيفة من المطر بالمنطقة الساحلية وبعض المناطق الشمالية والوسطى والجزيرة، ودرجات الحرارة بتبلش تزيد للارتفاع بشكل تدريجي من نهار بكرة لحتى تكون نهار الاثنين اقتربت من معدلاتها بشكل عام، بينما تستمر بالارتفاع التدريجي أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس مع استقرار كامل على الأحوال الجوية وتحول الأجواء إلى الأجواء صحوة إلى غائمة جزئيا ببعض الأحيان، ولتصبح الحرارات خلال يوم الخميس أعلى من المعدل من 3 إلى 5 درجات مئوية بأغلب المناطق والمدن السورية، مع احتمال لوجود الأجواء السديمية بالمنطقة الشرقية والبادية السورية. أما التحذيرات اللي نحن بدنا دائما نعطيها خلال هيك حالة جوية، اليوم في احتمال تشكل سيول بالمناطق المنخفضة بالأديان بالمنحدرات بسبب غزارة الهطول المطري، انخفاض الملموس بدرجات الحرارة لليوم ولنهار بكرة. أما درجات الحرارة السائدة والمتوقعة لليوم بتأمنها العاصمة دمشق 19.9، القنيطرة 13.7، القلمون المرتفعات الجبلية 12.3، درعا 13.9، بالسويداء 14.5، حمص 16.8، حماه 18.9، منطقة الجزيرة محافظة الحشكة 24.13، الساحل السوري النادية وطرطوس 12.13، بالشمال حلب وإدلب 19.10، دير الزور المنطقة الشرقية 24.13، وأخيرا بالبادية السورية مدينة تدمر 23.10. إن شاء الله أمطار رحمة وبتعدل المواسم والمعدلات بالنسبة للمعدل الهطل المطري، مع أنه في كثير مناطق تجاوزت الحمد لله معدل الهطل المطري لهذه السنة وما تبقى من المحطات والمناطق، وصلت تقريبا ما بين 80 إلى 95% من معدلها. نعم أستاذ حسان، كنا عم نقول ببداية الحلقة أنه كنا بدنا نسألك هل هو حيكون آخر المنخفضات بشهر نيسان أو ممكن نشهد منخفضات جديدة، وعم نشوف نحن امبارح كان في عاصفة من الرياح والغبار، رح تستمر هاي القصة أو لا؟ رح ترتفع مع ارتفاع درجات الحرارة مثل ما سمعنا من حضرتك؟ هلا بالنسبة أنه لشهر نيسان آخر منخفض، شهر نيسان هلا نحن الأيام الأخيرة منه هيدي الحالة الجوية الغير المستقرة اللي تأثرنا فيها بالنسبة لهيدا الشهر آخر حالة تقريبا، لأنه بتبلش الأجواء تستقر من نهار الأحد والحرارات نهاية الأسبوع القادم بتكون بإذن الله أعلى من المعدل من 3 إلى 5 درجات مئوية.
الاحتمال انه هناك حالات عدم استقرار، رح يكون في حالات عدم استقرار، ولكن لربما لا تكون بهذه الشده اللي نحن هلا بالنسبه للحاله اللي عم نشهدها. منخفض جوي هذا اللي عم يتاثر فيه منخفض متكامل العناصر من ناحيه الرطوبه والبروده والتاثير بالنسبه لمختلف مناطق البلاد. الاجواء السديميه بتكون موجوده مثل ما ذكرت بنهايه الاسبوع القادم 3 و4 و5 بالمناطق الشرقيه والباديه السوريه نتيجه الارتفاع بدرجات الحراره وطبيعه المنطقه. اما الرياح اللي شهدناها امبارح هي مرافقه لحاله عدم الاستقرار، واليوم في احتمال تكون الرياح في بعض الاحيان تتجاوز الهبات 60 كيلومتر في الساعه، بتؤدي الى اثاره الغبار ببعض المناطق الداخليه، وهذا منشا كلياته محلي نتيجه العوامل الجويه وطبيعه المنطقه اللي عم تكون فيها الهبات موجوده. تمام، بدنا نتشكرك كثير استاذ حسان، يعطيك الف عافيه.